اسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني هناك ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث ثالث المراكز هناك العفاد مع البداية مع الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد. هناك سلهود، سلهود ينطلق مع المركز الثالث. هناك ينطلق سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة في عملية التضمير والتدريب. والمركز الرابع رابع المراكز العفاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهاري ينطلق مشاهدينا الكرام ويقدم لنا العفاد مع رابع المراكز. والمركز الخامس صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والتدريب. والمركز السادس سادس المراكز شاهين لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. والمركز سابع سابع المراكز هناك شمردل لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا الشهاب أدي. والمركز الثامن ثامن المراكز من الجانب الآخر وتابع أيضا الانطلاق وتابع التحدي وتابع أيضا من الجانب الآخر. هناك مشاهدينا الكرام من ينطلق سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطر بن سيب اللاحج الهاجري تاسعا. والمركز العاشر عاشر المراكز مشهور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع علي بن راشد بن غدير. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع ظبيان على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري من يقدم لنا ظبيان مع البداية مع الصدارة الأولى. المركز الثاني ثاني المراكز هناك أيضا سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة يقدم لنا سلهود مع ثاني المراكز. والمركز الثالث هناك سراب لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والتدريب ثالثا. والمركز الرابع رابع المراكز من الجانب الآخر يتسلل مشاهدين الكرام ما هناك يتسلل أيضا في هذا التحدي. هناك يتسلل العفاد 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 يتسلل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهايري يتسلل سلل إلى المركز الثالث. والمركز الخامس وصول شاهين من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير خامسا. والمركز السادس سادس المراكز مشهور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية بمرغم هناك علي بن راشد بن غدير اللي يقدم لنا مشهور مع المركز السابع. والمركز الثامن هنا وصول سلود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب اللاحج الهايري في عملية التضمير والتدريب. والقادم هناك أيضا شمردن من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير مشاهدينا الكرام على المركز الثامن. والمركز التاسع تاسع المراكز صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والتدريب. هكذا الأسماء المنطلقة مشاهدينا الكرام، ولكن نعود نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول. ظبيان على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن عبيد الحميري يقدم لنا صوغان مع البداية، صوغان مع الصدارة. المركز الثاني هناك العفاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهايري في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث هناك سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة في عملية تضميره وتدريبه. ولكن وصول شاهين ووصول شمردل مع المركز الرابع
والخامس اللي يهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، ولكن التغيير طرى وجرى على البداية. غير العفاد البداية هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهايري، وأيضا يلاحق العفاد هناك ظبيان، يلاحق العفاد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، ووصول سلهوت لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعلب. هناك ايضا محمد بن عبد الله بالدبيله يقدم لنا سلهوت مع المركز الثالث، وايضا شاهين من هجن العاصفه مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. الامتار الاخيره، العفاد مع البدايه، العفاد مع الصداره، وتحرك الاسماء، يتحرك ايضا هناك ظبيان، ويتحرك سلهود، وشاهين قادم. يا سلام يا سلام، الامتار الاخيره 400 متر اخيره، وسلهود، سلهود غير البدايه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقياده محمد بن عبد الله بالدبيله. ولكن العاصفه من الجانب الاخر، عصفت العاصفه مع شاهين على البدايه، شاهين مع الصداره لهجن العاصفه بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير. بن غدير تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول، والتهنية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني سلود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث العفاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الرابع كان في ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس كان فيه أيضا شمردل من هجن العاصفة. هكذا الأسماء المنطلقة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. نعود بالتهنية لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول، والتهنية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، حيث قطع مسافة الخمسة كيلومترات بثمان دقائق 20 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة. المركز الثاني كان فيه سلود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والتهنية موصولة محمد بن عبد الله بالدبيلة، حيث قطع مسافة أيضا الخمسة كيلومترات 8 دقائق 20 ثانية، 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث وصلنا مشاهدينا الكرام على ثالث المراكز، هناك كان في العفاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والثانية عبد الله بن ثعيلب الهايري 8 دقائق 22 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. نتواصل مشاهدينا